أكد عضو مجلس الأمة عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي النائب خالد العتيبي حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك في المجالات كافة. جاء ذلك في تصريح له في ختام أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي في إطار الإعداد للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا الثلاثاء، حيث أوضح أن الكويت سباقة دائما في أي عمل من شأنه تعزيز الوطن العربي وتحقيق أهدافه سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها، مضيفا أن سياسة الكويت الخارجية تهدف دوما إلى تحقيق السلم والأمن والاقتصاد خصوصا مع أشقائها من الدول العربية.